السلام عليكم الفيدال. اي واحد تضرر في الكابيتال ديالو ما تجوز الخساره الا هو ما كيعرفش يميزيون. قول لكم نيشان لي برونو راه امبوسيبل وما في يد حتى شي واحد انه يبدا يربح كل نهار. الخساره كنقيل ونقولها لكم حاجه عاديه كتجي في وسط ديال الشهر يومين مور بعضياتها كاع 3 ايام، ولكن ما كتضرناش في الكابيتال ديالنا. ايه كتنقص لينا، ولكن شحال كتنقص لينا؟ 5% 10% ولا كاع 15%؟ ولكن ملي كيجي الربح كنعرفو نعوضو داكشي. تفهمنا؟ دابا حنايا عاد وقعوا جوج الخسارات، الواحد ما خصوش يدي موتيفا. انا فين الواحد كيمشي له المورال، ولا فين الواحد كيوقع له الفيدال؟ هذا 5 جوغ ما خاصكمش تميزيو بزاف، راكم عارفين كلشي اون فاكونس، دونك نقصوا لا ميزيو. اما كابتن ميزرا اندر مينتيننس، شنو المعنى ديالها؟